انا كمان قتلت واحد هان طلع. بقول لك اذا بتدور على شغل ممتع وبدفع منيح فانت وصلت على المكان الصحيح. اليوم بدنا نشتغل بمطعم اسمه انا ضايع ستارت، نفس اللي حكيت لكم اياه بالضبط. اذا انت بتدور على شغل وبدفع منيح فانت وصلت على المكان الصحيح. المهم انا بدي شغل. اوكي، شو سببك الرئيسي انك اخترتنا كمهنتك القادمه؟ انا احب فلوس. تم توظيفك، احلى سبب صراحه، كلنا بنحب الفلوس. اوكي، احنا في بقى احنا اتوقع انا هلا نازل على شغلي، رايح اشتغل على المواطن المحب للوطن. اوه نزلت من الباص. اوكي، اين هو هدفي؟ اين هو؟ اوه انه شغلي ميسنج، في شخص مفقود. ابو خشم، والله صراحه انت من خشمك يعني المفروض ما تضيع، المفروض نميز. ايش هذا؟ في سياره مشت جنبي، المفروض تبين من عن بعد 70 كيلو. هالشخص المفقود حاطينه في كل مكان. احنا حندخل هلا على الشغل تبعنا. هاي اللعبة نفسها ذيك تاعت شريك. طيب في عنا دبانة بتشتغل في المطعم. ايش هذا؟ بعوضة هاي. بتحاول تخش جوا قاعدة. وفيها مخالب ونهر. هذا متأكدين هذا شغل طبيعي؟ أنا حاسس إنه في إشي مريب. ايش في واحد هناك؟ هذا ما كان موجود قبل شوي. ثواني بدي أمشي من أنا دخلت زي هيك. ما بتذكر شفت حد هناك. طيب كيف حالك حبيبي؟ شو الابتسامة الجميلة والعريضة جدا جدا جدا. انا جوعان جدا، ممكن تجيب لي نقانق؟ انا بتكلم هيك. انا اسف بس انا ما بشتغلش هون. اذا مش راح تجيب لي اكل فروح انقلع يلا. ولا حيوان تفكيش معي زي هيك. كيف ها؟ ما كانش قبل شوي هذا موجود. مرحبا، كيف ممكن اساعدك؟ انا توني، انا بحب الفلوس. انا بعرف مين انت. خلينا نبدا، انا كتبت لك مهامك على الورقه فحاول تخلصهم بالترتيب. اوكي ايزي بيزي، راح اشوفك بكره، انتبه على حالك. هاي وي سنة ايف، سريع كثير هذا. وين راح؟ اوكي اوكي انا صرت اشتغل معهم هلا، مفروض صرت اقدر ادخل جوا. اذا ما اقدر ادخل جوا يا خلاص انا بشتغل معهم. بس هاي الدبانة شو مالك حبيبتي؟ مش عارف، خلينا نعمل برجر بعوض كمان شوي. طيب اجمع الزبالة. هاي الزبالة، ترى 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 زبالة. بلاش اخذ زبالتين. خذ يا حيوان الزبالة على وجهك، ولا طلعش علي زي هيك. ايش هذا؟ راسه لف 360 درجة. اوكي مش مهمتنا هاي، احنا مهمتنا انه نجمع الزبالة. 5 من 9 جمع الزبالة. اوكي هلا اتوقع اجمع الزبالة بعدين امسح الارض بعدين الم الصحون لانه فش غيرهم مبين عندي. 7 تعال معي انت زبالة تعال. اوكي بلاش اخذه. اخذ ضوء، فكرته زبالة كنت بدي ارمي بزبالة. المهم 8 ثانية. وين الزبالة الاخيرة؟ يعني لفيت المطعم كله ما في اشي، في اشي بالزاوية هان هيك. مفتاح. مش عارف هاي شو بسموها، مغرفة. كوب زبالة؟ لا ما ينفع. طيب خلينا ندور بالضوء. نسيت انه معي ضوء انا صراحة. هالباب اخذت له مفتاح هلا صح؟ وين الزبالة الأخيرة؟ وين زبالتي؟ أتوقع أنا ما مش مفروض أنزل تحت هلا صح؟ أوكي نرجع نطلع فوق مرة ثانية. هي قدام عيني طول الوقت، أقسم بالله عمى ألوان. 9. إيش في؟ في صوت شاحنة برا بتزمر لي. اي فاس الرجال. نو المدير مات، لازم اخبي الجثه قبل ما حد يلاقيها. طب ليش ايش هذا؟ 0 0 0. كان حيفحصني. اوكي زي ما بتعرفوا احنا بنحب نعمل تجارب، فكانت تجربه جميله وطلعنا بنموت عن جد. فهلا بدي اخبي المدير في الزباله. ممتاز. مهمتنا التاليه هي انظف الارض. قلت لكم انه لازم ننظف الارض. 4 5 6. شو ماله هذا؟ صار زومبي. لازم اروح اشوف شو ماله. نعم بدي نقانق. حيكون سعره 6 دولار. شكرا، راح تكون جاهزه كمان شوي. افتح الثلاجه، انطول النقانق. هاي جايز كيفكم؟ اوكي احنا معنا لحم. ما حيعرف. حطوا هان، هلا بدنا نشغلها عشان نفرمها. وينها؟ اشتغلي. طب هي ضاويه بس انا ما بقدرش اعمل فيها شيء. يمكن لازم اجيب فار ثاني عشان فار واحد ما لناش وجبه كبيره. ايوه ممتاز. هلا
نقانق فريش والله فريش لسه هلا جايبينها. نقانق فأرية طازجة جدا. وين احطها؟ وين احطها؟ وين احطها؟ في الساندويش. او 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 طب بس هيك اعطيه اياها بايده. طب صحن صح. طب صحن وسخ عادي خذ صحن هذا. طيب اوكي مش مشكله اطفح. زاكي ما عندك اي تعبير على الموضوع اللي صار هلا؟ بدكش تحكي اشي؟ اوكي مع السلامه. مهمتنا التاليه هي لما الصحون. قلت لكم برضو يا اخي هاي الاشياء كتير بسيطه معروفه يعني اشياء بديهيه بالنسبه الي انا كبرو بلاير لاعب يلعب كل يوم. لازم يجي اليوم صراحه ونعمل له لعبه للحسامه. لعبه تكون رعب. الحسامه بكون هو الشرير او المافيا. المهم اذا حد فيكم شاطر بيعرف يعمل العاب يتواصل معي ممكن نعمل لعبه. المهم هلا خلصنا من المهمه هاي. لا ليه ليش عادي كله فار يعني. بدي ارميه بالزباله صح؟ هل انت تمام؟ اوكي لازم اتخلص منه. تعال بدي اعرفك على مديري. بدي اعرف على مديري. طب انا بدي اعرف على مديري. مدير اسمع بدك صديق. اوكي بدناش نعرف مع بعض ف تعطوا عند الثلاجه ممكن نعمل منه نقانق كمان شوي بس يخلص. اي حط ايدك جوا. كيف صار 12 هلا كانت ال 10. هاي 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 مين هذا؟ كانه في واحد برا لازم اروح اشوف شو بده. ليش طلع لي قاعد؟ هذا عن جد طلع لي قاعد. ايم لوس انا ضايع. مرحبا كيف حالك؟ انا ضايع ممكن تساعدني؟ هذا ابو خشم. هذا ابو خشم يا جماعه وصلته لقيته. هو بقول لي ايم لوست بقول لي انا ضايع فانا بحكي له مرحبا ضايع كيف حالك؟ تشرفت بمعرفتك انا توني. تعرف وين هاي الطريق بتنتهي؟ اسف صاحبي انا جيت على هاي المنطقه. هل هذا هو يومك الاول في المهمه؟ شو خصك انت؟ انت لحالك؟ ما دخلك يمكن ليش بتسال؟ ولا اشي انا بس ضايع. خش في راسي هذا. هي ابو قرعه وين راح؟ وين راح؟ هي ضايع تعال ضايع بدناش اروح عنده. ضايع ضايع. اوكي انسى موضوعه خلينا نخش على المهمه تاعتنا التاليه. حرك الصناديق على الوير هاوس المستودع هناك. هاي الصناديق. اوكي احنا لقينا مفتاح قبل شوي خلينا ناخذه. خلينا ناخذ هاي كمان. هاي حنحط فيها بعوضه يمكن انا هيك حاسس. طيب الصندوق الاول. الصندوق الاول وين احطه؟ هنا ممتاز. الصندوق الثاني بدنا نحطه هنا والصندوق الثالث بدنا نحطه هنا. ضايل واحد بس انا شفت ثلاثة مش أربعة. وين الرابع؟ هيو. اوكي بس هلا تذكرت اللي شفته بس نسيت مكانه. طيب بدنا نحط أربعة هنا. هلا نطلع فوق نشوف شو المهمة التالية. شرطة 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 شرطة. تخبط تخبط تخبط. شيت 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 انا مش بالمحل. انا نقانق. انا بدك نقانق؟ اوكي واقف هناك عم بيطلع علي. حاخذ هاي احتياط عشان يمكن ادافع عن نفسي معه. نعم تفضل. انا جيت من مكان بعيد وانا جوعان. عندك اشي تاكل؟ قلت له لا احنا قربنا نسكر. انا متاكد انه انت ممكن تلاقي اشي بالثلاجة. استنى دقيقة واحدة راح اجيب لك نقانق. الثلاجة خليك مسكر انت ما تفتحها اوكي؟ تعال. دايم الكهرباء قطعت. تخافش راح انزل اصلحها. هلو هل هنالك احد هنا؟ لا ما في اشي غلط في البوكس. لا لا الشرطي ميت وصاحبنا. اعطيني سلاحي بتاخذش بقدرش اخذه. اوكي خلينا نتعرف على الشاب. صار كفته شرطي شرطي صار كفته كيف حالك يا صاحبي؟ هل قتلت رجل الشرطة؟ لا ما قتلته، أنا كنت نازل أصلح الفيوز بوكس. أنت صح أنا قتلته. ممتاز، يعني فرصة سعيدة صراحة إنك قتلته. أنا كمان قتلت واحد هان طلع. أوكي اقتلني. بيحكوا لي لقد تم تقطيعك من الرجل الضائع بس كان في احتمال إنك تعيش. أوكي نجرب مرة ثانية، خلينا نروح نشوف دايزي. ورجل الشرطة. هلو
وين راح الرجال تبعنا اللي هو حبيبي تعال لو سمحت. لا خلينا ندخل جوا تحت. هلا نتخبى تحت. تخبى تحت. حيركض هلا حيركض. مش حيدخل صح؟ مش حيدخل. دخل! لا. اخذت له هاي عشان اضرب على وجهه كف. مش هحكي معه. اوكي لازم احكي معه. هربت. الشرطة! اوكي لازم ينفعص حد يفعصه! يا مجانين! اوه لو اني كنت واقف على اليمين كان متنا احنا الاثنين، بس انا كنت ميت فكان مات هو كمان. فكر يا حسام كيف ممكن نتخلص منه هذا الحيوان. حتى البعوضة ماتت. اوكي حطلع برا كمان مرة. بداش اعمل اشي. النجدة ساعدونا. هاي كيف حالك؟ انا راح احاول افعصه صراحة. تعال. اوكي اجت سيارة هناك. هلا وين السيارة الثانية؟ تعال. ايوه ليش كان ابغى شارة. نحاول مرة ثانية. تعال يا صاحبي. تعال اقول لك شغلة. اجت سيارة من عندي هلا. لا تعي سيارة. Five minutes later. من فاز الشكر صلي سحب حاول على الفاضي قاعد. اوكي الا ما يكون في اشي لازم اعمله عشان هذا الرجال يموت او يصير له اشي. اوكي برا ما بزبط. خبطنا السيارة وخبط دخلنا سيارة الشرطة ما فيه. هربنا ما نقدر. هو خبط السيارة برضو على الفاضي. هلا تعال اجيب لك الرجال تحت الثلاجة. لو سمحت تعال ساعدني. اوكي رجال الثلاجة. لا. اوه اعطيني قانق. تفضل. شكرا هادي الي. نعم انها لك. صحة وعافية سم الهاري. هيك عس. طب مثل شوي يعني انك متت. مش هيك الواحد يموت. لقد استطعت ان تقتل الرجل الضائع وهلا صرت انا الضائع. نهاية سرية. اوكي خلصت. نصيحة لكم بس اذا وصلكم عرض من هذا المكان فارفضوا ما تشتغلوش عندهم. وبس ان شاء الله تكون عجبتكم اللعبة وبشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.